بيبدأ المسلسل بتاعنا مع صاحبتنا سو اللي شغالة في دار الجنازات، بس صاحبتنا مش شخصية عادية، دي عندها قوة خارقة وانها اول ما بتلمس الميت بيصحى سبحانه، وده لمدة بس كذا دقيقة يعني، وبيقولها على طلبه الاخير اللي هي ممكن تعمله له علشان يغادر الدنيا في سلام. وسو كانت مرتبطة بشاب بتعرفه، وفي يوم كانت بتحاول تكلمه وما ردش عليها، ولقيت ان هو بعت لها رسالة ان هم هيتقابلوا بكرة، فراحت اشترت هدية علشان تروح تقابله بيها، وده بمناسبة برضه ان هو عدى سنة على علاقتهم. وده بقى يا عم يبقى بطلنا دونج اللي بيفتتح هو وخاله شركة كده، لحد دلوقتي انا مش فاهم هي شركة ايه، بس ما علينا، هي شركة الناس بتكلمهم على اي حاجة بيروحوا يعملوها لهم، تنظيف، يودوهم رحلات، يجيب لهم حاجات للبيت، يعني ممكن تسمى شركة مهام على قد الايد. وفي اخر يوم الافتتاح بتاع الشركة حبيب سو راح لدونج وطلب منه حاجة، هي ايه بقى هنعرفها. هو الدونج فعلا بيروح يقابل سو وبيقول لها احنا لازم ننفصل، وده كلام حبيبك طلب مني اوصله لك، وسبب ان هو انفصل عنك هي شغلانتك لانه مش قادر يمسك ايديكي، وللاسف يعني بسبب اللي انت بتعمليه. السو كانت متضايقه جدا، فراحت ورا دونج بعد ما طلع وقالت له هو اداك كام علشان تعمل كده؟ قالها يعني حاجه بسيطه، اديته نفس المبلغ وضربته بالرجل وقالت له بص اوصل له بقى الرجل دي يا غالي، وقال له انا مالي طيب ما كنت تقولي لي من غير ضرب؟ قالت له مش انت بتوصل الكلام؟ وصل الضرب كمان يا باشا عادي. صاحبتنا روحت وكانت متضايقه خالص من اللي حصل، وافتكرت اول لما راحت اتقدمت للوظيفه كان اول عميل ليها، بالنسبه لها كان طفل عنده 10 سنين، اول لما لمسته الديكور الغرفه كله اتغير والطفل الصغير ده صحى. الصوت رعبت اول لما شافته، الطفل قال لها احنا فين؟ انا نسيت الخاتم بتاعي عند المتجر لازم اجيبه. صوت طلعت تجري من كتر ما هي خايفه وقررت ما تروحش الشغلانه ديت تاني، بس كانت كل شويه تفتكر الطفل، قالت هطنش الموضوع برده، بقت منحوسه تبقى ماشيه تلاقي كره في وشها. فراحت لخالها اللي شغال في الكنيسه تحكي له معاناتها وحظها ده، قال لها يبقى لازم تكملي في شغلانتك، قالت له لا، وطلعت علشان تمشي وقعت من على السلالم، رقبتها كانت هتتكسر اه، فالحمد لله طلعت سليمه. طلعت من المستشفى قالت لخالها خلاص هروح اكمل شغل، ما فيش حل غير كده، انا مش عايزه اموت. وفعلا رجعت لوظيفتها، ومع اول متوفي هي ساعدتها لقت ان في رقم كده زي عداد قل عدد، يعني كان 21 بقى 20، عرفت ان دول عدد المتوفين اللي المفروض هتساعدهم يحققوا اخر طلباتهم. ده كله يعني عزيزي المشاهد بقى كان في الماضي، هي حاليا فاضل لها 15 واحد بس تساعدهم. تاني يوم اتوفى شخص في الاربعينيات من عمره، فلما صاحبتنا لمسته وفاق وعرف ان هو خلاص فاضل له دقايق قال لسه انا لازم الاقي ابني اللي ما شفتوش من 10 سنين. سألت له ربنا يعينك يا حاج، قال لها جات لي فكره انت اللي هتلاقي ابني. سألت له انت مش لاقيه بقالك 10 سنين؟ انا هلاقيه في كذا دقيقه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. صاحبتنا المهم طلعت علقت لوحه كده قدام دار الجنازات باسم المتوفي علشان توصل لابنه، وكان نفسها فعلا تلاقي ابن الراجل ده. بالليل لقت شاب واقف قدام غرفه العزاء، فراحت ناحيته كده ولما لف لقيته دونج، ففرحت وفكرت انها لقت ابن الراجل. لكن في الحقيقه عزيزي المشاهد هو مش ابنه ولا حاجه، ده جات له رساله ان هو من قريب المتوفي بما انه يروح العزاء يعني، واتبعت له مبلغ كبير مقابل ان هو يمثل ان هو ابن المتوفي. لبس وراح فعلا، وهناك زي ما قلت لكم ان هو قابل سو، فقال لها انت بتعملي ايه هنا؟ قالت له انا مدير دار الجنازات. افتكر يوم ما كان بيوصل لها رساله حبيبها وان هو عايز ينفصل عنها بسبب اللي بتعمله، ودونج كان مفكر ان هي اللي بعتت له رساله يجي ويمثل دور الابن. وتاني يوم الصبح كان ماشي، قالت له رايح فين؟ لسه ما دفناش الراجل. قال لها مش انت قلت لي لحد 7 الصبح انا شغلي خلاص انتهى؟ قالت له انا عارف انك ممكن تكون متضايق من ابوك وكده، بس لازم تيجي على نفسك وتسامحه علشان انت ابنه. قال لها بتقولي ايه يا وليه؟ انا ابن مين؟ انا ابويا لسه عايش. قالت له طب هصدقك ماشي، بس كمل معانا بس لحد لما ندفنه. قام سايبها كده وماشي، وبعدين وهو مروح ثابت عليه فرجع تاني، راح للمكان اللي هيدفنه فيه الراجل ده. سألت له عايز اقول لك حاجه، في تامين على حياه ابوك عمك هياخده. قال يا ست ارحميني وربنا ما ابن الراجل ده. من جانب اخر نسيت اقول لكم ان سو عايشه مع والدها في بيت، وامها توفت يوم ما كانت بتولدها، وبعد كام يوم كان عيد ميلادها، وهي اصلا بتكره اعياد الميلاد لانه ذكرى وفاه والدتها، فابوها كان بيحتفل بعيد ميلاد بنته لوحده، وده بعد ما هي تمشي علشان ما يفكرهاش يعني. وسو وهي رايحه الشغل قبل الدونج، وكان شغال ساعتها منظم مرور كده، بص زي ما قلت لك بيشتغل كل الشغلانات، فبالغلط يعني طفل من اللي معدي خبط شنطه سو ووقع اكلها على الارض، فدونج كان بيلم الحاجه معاها. قال لها لازم ادفع لك حق حاجتك. قالت له بص في حاجات كده ما تقدرش تدفعها بفلوس، بس انت ما تعرفش حاجه عنها بما انك بتعمل كل حاجه بفلوس. قال لها الله الله، ده انت اديتني فلوس علشان اضرب لك حبيبك واحنا ما بنعملش كده. قالت له ما انت اخدت الفلوس، وكانوا بيزعقوا كده والموقف ده اتصور والمرور كان متعطل. فتقريبا اكتر من نص الناس اللي كانت بتتعامل مع شركه دونج لو اشتراكاتهم، فدي كارثه بالنسبه له. خاله لما شافه كده كان عايز ينفخه، دونج بيحاول يدافع عن نفسه، وخاله قال له روح دور على البنت ديت واديها فلوسها وترجاها انها تسامحك.
دونج حاول يكلمها ما ردتش عليه، وبالليل كان بيعمل دعايه للشركه ولابس دبدوب كبير كده ومنظره زي ما انت شايف احلى احلى دبدوب في الدنيا. لمحها كده قاعده في كافيه جنبه فراح قدامها وقعد يرقص كده وهي مش عارفه ده مين. اتحرجت وقامت تجري طلعت. وتاني يوم كان في شخص اتوفى، ولما سوء سالته تقدر تعمل له ايه قال لها في شيك بمبلغ كبير كنت عايز اديه هديه لمراتي، عايزك انت بقى اللي تديها له. قال لها على باسورد باب بيته، وسوء راحت ودخلت هناك وكانت مرات الراجل مش موجوده، وقعدت تدور في الدولاب لقت باب الشقه بيتفتح. مرات الراجل ده كانت كلمت دونج يجي ينظف الغرفه من اغراض جوزها يعني، فصاحبنا لسه بيفتح الدولاب اتراب لانه لقى سوء مستخبيه جوه. قالت له هس استرنا لسه لحالك، وقفلت الباب تاني. فراح قال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له اسكت واقفل الباب دلوقتي الله يحرقك لسه هيرد. ضربته. جت صاحبه البيت قالت له في حاجه؟ قال لها لا لا مفيش تقدر تمشي انت براحتك، ولما خلص اكلمك. حاضر. يا دوب الست طلعت وسو خرجت من الدولاب قال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له بدور على شيك هنا علشان اديه صاحبه. قال لها وعرفتي بخصوص الشيك منين؟ قالت له لما الاقيها هقول لك. وقعدت تدور في كل البيت وفتحت كل الادراج وطلعت كل الحاجه اللي فيها. دونج جاله مكالمه بيرد عليها، خلص بيبص وراها لقى المنظر ده فما كانش عارف يقول لها ايه. جه طلعها بره زقته فكسر الزهريه، ولقى الست بتفتح الباب شافت الزهريه المكسوره والبيت اللي مقلوب. قالت له انت جاي تنظف ولا انت بتعمل ايه؟ قالت له بص تنظف كل ده وما اشوفش وشك. وطلعت. صاحبتنا سو خرجت بقى وفي ايديها شيك، قالت له هديهولك تديه لصاحبته، بس اللي حصل ده يفضل سر فعلا. وصاحبنا بيسمع الكلام زي ما قالت له، ولما نزل ولا صاحبتنا لسه تحت قال لها انت عرفت منين رمز الباب ولا عرفت منين موضوع الشيك؟ قالت له بص هقول لك يا عم المره الجايه علشان المره دي مش فاضي. قال لها اه تمام مش عايز اعرف اصلا، فرصه سعيده يا ريت ما تتكررش تاني. بالليل رن عليها وكان مفكرها مش هترد، فلما ردت قال لها رنيت بالغلط اسف. قالت له عايز من الاخر؟ قال لها اعزمك على العشاء لان لقيت الشيك وبسببك خلى عملاء اكتر يعني يجوا لشركتنا. قالت له خلصانه هاجي معاك. وفعلا تاني يوم راحوا اتعشوا سوا، قعدوا يتكلموا وكمان خلصوا واتمشوا سوا وكل ده، وعلاقتهم بس سطحيه ومفيش حاجه بينهم. وبعد كام يوم سو كانت ماشيه في الشارع لقت عيال بيتنمروا على صاحبهم كده وبيضربوه، فعملت فيهم السوبر هيرو، حذفت فيهم طوب لسه الواد هيرد عليها. قالت له ولا عيب تعالى هنا اديك قلمين، فلسه رايح ناحيتها جابت ورا على طول. قالت له عايز تضرب بنتي كيوت؟ جه الظابط وانقذها منهم الحمد لله ولحق صاحبتنا الكيوت يعني. فالواد المتنمر بيقول للظابط دي حذفت فينا طوب، قامت طالعه تجري من غير سبب. والظابط ده ساكن عند دونج اصلا في البيت واسمه هيون. سو هي بتجري لقت لوحه كده ان في شقه بتتاجر بمبلغ صغير، فراحت لابوها وقالت له هروح اسكن علشان انزل الجامعه واذاكر، وفضلت تقنع فيه لحد لما وافق. والصدفه عزيزي المشاهد بما انها رايحه تسكن في بيت دونج في الدور اللي فوقه، ولما وصلت كان دونج مش موجود فما شافهاش يعني وما يعرفش انها سو، فطلع وقعد يبص على الباب على اساس انها تطلع يعني او يشوف هي مين، ما طلعت شيء. تاني يوم كان في قضيه كبيره وجريمه قتل حرامي داخل بيت يسرقه، لقى ست كانت حامل وكان فاضلها يومين وتولد، ولكن الخنزير لا في قلبه رحمه ولا يعرف ايه الرحمه، ودي كانت نهايتها هي وطفلها. لما راحت دار الجنازات وسو قابلتها ما كانتش مصدقه انها فعلا ميته، وكمان ابنها اللي كانت مستنياه هي وجوزها بقالهم 10 سنين مات. فضلت تتحايل على سو وتقول لها انا مش مهم ممكن اولد دلوقتي وابني يعيش. سالت لها ما اقدرش اعمل لك حاجه، لو ليك طلب ممكن اعمله لك. الست قالت لها جوزي هيحاول ينهي حياته وارجوك ساعديه. في نفس الوقت ده دونج كان في دار الجنازات بيدور على بطلتنا، ومدير سو قال له انها فوق، فصاحبنا راح فتح الباب من غير استئذان حتى لقى سو وسند الست المتوفيه ديت وكانت نايمه على كتفها. فسو اتصدمت كده اول لما شافته، والمتوفيه ما كانتش خلصت كلام مع صاحبتنا. فسو طلعت ورا دونج جري وقالت له الموضوع ده زي مش انت فاكر خالص، دي كانت عايزه بس تكلم جوزها. دونج قال لها مين الجثه عايزه تكلم جوزها؟ اه صح انت صح، انت مجنونه ولا انا اللي مجنون؟ لسه هتشرح له بقى القوه اللي عندها، جالها مديرها كده وقال لها ان جوز الست اللي ميتها هرب وهيضطروا ياجلوا الجنازه لحد لما يلاقوه. سو طلعت متضايقه علشان لو ما كانش دونج فتح الباب كان ممكن تعرف جوز الست ده هيروح فين. وصاحبتنا وهي مروحه على السكن بتاعها خال دونج قابلها على الباب وقال لها انت لسه ما قابلتيش ابن اختي صح؟ ناداله اول لما طلع اتصدمت لما لقيته دونج، فعملت نفسها ما تعرفوش ومدت ايدها تسلم عليه عادي، ما رضاش يسلم عليها. وبعد ما خال دونج مشى صاحبنا قال لسو يسيب البيت ويمشي. عارفه ليه؟ سبب واحد ان انا ما بحبكيش، السبب الثاني ان انا بكرهك والله نفس المعنى برضو عادي. قالت له خلصانه، طب والسبب الثالث؟ قال لها علشان مش بتشتركي في القناه، لو بتشتركي كان زمانك دلوقتي قاعده معايا عادي. قالت له لا خلصانه ده سبب مقنع الصراحه، انا هسيب البيت وامشي. قال لها وبطلت تمشي ورايا في كل حته وسبها ومشى. فطلعت وبدات تلم هدومها فعلا علشان تمشي. وبالليل نزلت تسهر كده في مطعم كده جنب بيتهم يعني، لقت دونج هو كمان رايح هناك، واول لما شافها رجع تاني. فراحت وراه قالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لها بصي لو فاكراني هسكت ومش هقول لمديرك ابقى غلطانه. قالت له روح قول له اني مجنونه وبكلم الميتين. قال لها هقول
بقول له بس لما زوج الست المتوفاة ده يرجع تاني. قالت له مش مهم بالنسبة لي، المهم اني الاقي زوج الست، ومن الاخر بقى انا بقابل اشباح المتوفيين وهم بيقولوا لي على طلباتهم، ولو انت ما كنتش جيت كان ممكن الست تقول لي جوزها هيروح فين. لا وانا مالي، هو انا اللي غلطان؟ قالت له اه غلطان، ما كانش المفروض تفتح الباب، افرض حد مش مغطي راسه. وبعدين مش مهم بالنسبة لك الموضوع، انما انا بالنسبة لي حياة او موت، ده هيجيب لي النحس يا ابني. بقول لك ايه، انت تبطل تمشي ورايا على فكرة. روح فضل يفكر في كلامها طول الليل، والصبح شاف كده خبر انهم لقوا جثة شاب في العشرينيات من عمره، ففكر ان هو زوج الست وكان متضايق. فتح الراديو لقى مذيع بالصدفة بيحكي قصة الست اللي ماتت ديت وجوزها، وكمان المذيع قال على اول مكان اتقابلوا فيه وكان جسر النهر. الدونج راح جري على طول، وكان فعلا زوج الست قرر ان هو يقف هناك وينط، بس دونج وقف كده في اخر لحظة وقدر ان هو ينقذه، وفضل يقول له ان زوجتك كده مش هتبقى سعيدة ولا حاجة. قدر يقنعه فعلا ان هو ينزل ويروح العزاء بتاع مراته. سو صاحبتنا بقى العداد بتاعها قال لي كمان رقم وفضل بس 12 شخص علشان تساعدهم. سو بعدها نقلت لبيت تاني وسابت بيت دونج، وهي بترص حاجتها كده لقت الخاتم بتاع الطفل اللي كان في الاول، فاكرينه طبعا اللي هو اول حاجة بالنسبة لها وهي عيناها من يومها، ولانها نفسها تديه لصاحبه ولو قابلته يعني في يوم من الايام. وبعد ما خلصت راحت لخالها الكنيسة تقعد معاه. قالها ايه كده وشك ماله يعني شكلك زعلانة، ده انت قدرت ان انت ترجعي زوج الست ديت وحضر جنازة مراته. قالت له اصلا انا هتطرد من شغلي. قالها ليه؟ قالت له اصل دونج قال ان هو هيروح لمديري يقول له كل حاجة، بس مش مشكلة انا ما كنتش بحب الوظيفة ديت اصلا. في الوقت ده دونج صاحبنا اصلا ساعتها قاعد لوحده كده بيشرب وبيفكر في كل موقف سوء وازاي هي عرفت الحاجات ديت، من سواء الشيك اللي كان من شوية يعني، ولا الزوج اللي كان عايز ينهي حياته فلا سوء معدية راح وقفها ولسه بيحاول يسألها. راحت هبت فيه وقالت له انا مجنونة وبشوف اشباح، روح كده شوف انت رايح تعمل ايه او قول لمديري، ولا اقول لك انا اللي هقول لمديري بكرة اصلا واستقيل وريحك فبطل تضايقني. وتاني يوم فعلا بتروح تقعد مع مديرها كده وبيفضلوا يتكلموا، وكانت ناوية تقوله ولسه بقى هتقوله هتستقيل وبتمهد للحوار، مديرها جاله مكالمة وقام سابها كده فكملت هي باقي اليوم. وهي هتروح بقى خلاص لقت دونج واقف كده مع مديرها، قربت من ناحيتهم بقى وقالت خلاص دي النهاية. قالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ انا كنت لسه هقول له. دونج قال له انا عايز اتكلم مع مديرك 5 دقايق بس. فسو دخلت وكتبت جواب استقالتها وسابته هو على مكتب المدير، بس دونج اصلا مش عايز مديرها علشان كده، كان عايزه علشان يقول له ان سو هتستقيل وان ده كله غلطته، وطلب من مديرها ما يقبلش واعتذر له كده. المدير قال له انت بتعتذر لي ليه يا ابني؟ اعتذر للي انت غلطان فيها، روح لسو اعتذر لها. وفعلا صاحبنا طلع وراح للمكان اللي هي ساكنه فيه، حاول يكلمها ما ردتش عليه. في الوقت ده هي اصلا كانت لسه هتروح وهي في الشارع حست ان في حد ماشي وراها، فخافت وطلعت تجري لقت دونج قدامها. قالها ما كنتش عارف ارن عليكي، وراح وصلها لبيتها. قالها معلش ممكن تلمي شنطتك وانزلي؟ انا اسف يعني ما ردتش. بس طلعت لمت هدومها ونزلت وهو كان تحت في قعد معاها. قالها هتروحي فين؟ رجعت انا غرفتك لسه فاضيه. قالت له انت مفكر انك هتمشي كلامك عليا تقول لي امشي همشي وتقول لي ارجعي ارجعي؟ قالها انا اسف ما كانش لازم اعمل كده. في الوقت ده لقت مديرها بعت لها رساله وقالها ما تتاخريش بكره. فقالت لدونج انت قلت له ايه؟ قالها انا قلت له حاجه؟ لا عمري، انا قلت له بس انك هتشتغلي جامد قوي يعني من بكره بعد كده، وبعدين يلا بقى الباص جه علشان نروح سوا. وهما راكبين قالها ما تيجي نتعشى سوا؟ قالت له عايزين نروح يا غالي وما اسمعش صوتك. قالها ماشي. روحت لقيته بيرن عليها وجاب لها عشا وحطه قدام الباب. تاني يوم راح استناها قدام الشغل علشان يروحها، وهما قدام البيت افتكر يوم ما كان رايح يوصل لها رساله الانفصال وبيقول لها حبيبك ده كان ما بيفهمش، ايديكي زي القمر وانت زي القمر برضه، وطلب منها يروح يتعشوا سوا تاني، ولكن المره دي وافقت وراحوا. وفضلوا بقى سهرانين يتكلموا ويشربوا، ولما خلصوا صاحبتنا كانت شربت كتير فشالها يروحها وهي نامت كده في الطريق، فاضطر ان هو يطلعها اوضتها وكان تعب من المشوار، قال يعني يريح 5 كده جنبها وانزل يعني ما فاقش غير الصبح. وهم نايمين بقى جنب بعض قاموا صوتوا هما الاثنين كده لما لقوا ان هما نايمين في حضن بعض. بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها انا مين ولا انت مين ولا احنا فين؟ الحمد لله يعني كانت عدت سليمه يومها. لا هيون بيخبط على الباب لما سمع الصريخ وبيقول لصاحبتنا في ايه؟ بتصرخ ليه؟ قالت له مفيش، ليه الصرصار رخم اول لما صحيت جنبي. هيون قال لها خلاص افتحي وانا هخلص لك عليه. قالت له لا خلاص انا قمت بالواجب يعني. فدونج لسه عايز ينزل سمع صوت خاله تحت ففضل محبوس، بس عرف تهربه يعني وهي رايحه الشغل. وفي وسط اليوم ابوها رن عليها قالها انا جاي لك عند المعهد بتاعك. فجريت ورنت على دونج يجيب لها هدوم تغيرها، ولما وصلت هناك كان ابوها وصل قبلها فاستخبت. ولما دونج جه شدته ودخلوا جوه غيرت هدومها فلقت ابوها قدامها. دونج كان عارفه لانهم اتقابلوا قبل كده. ابوها قال له انت تعرف بنتي منين؟ ولما قعد معاهم كده عرف ان بنته ساكنه في بيت دونج اصلا، بس ابو دونج ما عرفش انها شغاله في دار الجنازات. سال دونج هو انت كنت مع بنتي ليه؟ دونج قال له اصل احنا في نفس المعهد يا حاج. قال له طب خد بالك بقى من بنتي وانا هخليها تساعدك في دراستك. طبعا امال يا حاج ما تخافش، لا بنتك
لك في عيني. صحابنا بقى مشوا علشان يروحوا، فدون قال لها في الطريق انت ازاي اخترت وظيفتك ديت؟ قالت له اصل اختياراتي مدمره حياتي، كنت مضطره لان ما عنديش خبره في اي حاجه تانية ولا حتى معايا شهاده جامعيه. قال لها طب كنت بتعملي حاجه قبلها؟ قالت له كنت بلعب بينج بونج. قالت له بقى انت ازاي بدات شغلك؟ قال لها بعد ما طلعت من الجيش اشتغلت مع خالي وهم في الطريق الدنيا شتت، فسو كده افتكرت ايام طفولتها لما كانت الدنيا بتشتي، كل الاطفال وامهاتهم بتروح تاخدهم وهي امها متوفيه، واللي كانت بتروح لها عند المدرسه متاخر كانت ست صاحبتها، واللي كانت بتعتبرها زي والدتها برضو بطلتنا. وتاني يوم الصبح سو كانت نازله جري وهي زعلانه لان ست سالي للاسف ماتت، الست الطيبه اللي كانت بتهتم بيها. فدونج راح وصلها لدار الجنازات وقعدت مع صاحبتها كده. فسالي بتقول لها انت عارفه اكتر حاجه كنت بندم عليها ايه؟ ان ستي كان عندها الزهايمر وانا كل يوم قاعده اسالها انا مين، وهي عانت بسبب الموضوع ده. فسو طلعت لست صاحبتها ولما سالتها على اخر طلب ليها وساعتها كانت سو بتعيط، الست بتسالها انت بتعيطي ليه؟ انا فرحانه ان انا شفتك اخر حد، انا مش عايزه منك حاجه، انا عايزاكي بس تدي الهديه اللي انا محضرها لسالي وده لما تيجي تتجوز. سو قعدت تشكرها انها اهتمت بيها وهي صغيره ومخليتهاش تحس ان ملهاش اهل. وست سالي اتدفنت وعدت الايام. وجي في يوم كده دونج كان عايز يفك عن صاحبتنا اللي بقت كئيبه، خدها وراحوا خرجوا سوا لعبوا شويه، جاب لها دمي هديه واتفرجوا على فيلم، وصاحبتنا كانت مروحه مبسوطه على الاخر، بس يا فرحه ما كملت. وهم قدام البيت بنت كده بتيجي وبتنادى على صاحبنا، ودونج بيتصدم اول لما بيشوفها. دونج راح دخل جوه بسرعه كده والبنت ديت راحت وراه، والواضح كده انها الاكس بتاعته واسمها تشا. فبتساله مين البنت ديت؟ قال لها دي جارتي، انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له عايزه اطمن عليك انت ما بتسالش حتى، والواضح يا عزيزي المشاهد ان دونج كان شغال طبيب ودي برضو طبيبه زميلته يعني، بس ما نعرفش ايه اللي حصل خليه يسيب شغله. دونج صاحبنا بقى البنت اللي كانت عماله بتتكلم وهو مش بيرد عليها اتحرجت وقالت له لو انت محتاج يعني شويه وقت كمان عادي هستناك وممكن نرجع، ومشت. وتاني يوم سو قابلت صاحبنا فبتقول له مين اللي كانت معاك امبارح؟ قال لها صديقه قديمه. قالت له كانت حبك الاول؟ قال لها اه. قالت له اه تمام ماشي انا كده فهمت. دونج بقى حب يبعد عن اللف والدوران، فراح لتشا قابلها وقال لها ما تعمليش اللي انت عملتيه ده تاني. وقالت له انا ماليش حد غيرك وما لقيتش حد اروح اتكلم معاه. ما ردش عليها وسو شافتهم هم قاعدين سوا فقالت اكيد هو عاوز يرجع لها. وبالليل كانت في مشوار تبع دار الجنازات وسو اللي هتروح، فمديرها كلم خال دونج وقال له يروح المشوار ده، بس خال دونج بيحب يستسهل يعني فبعت صاحبنا مكانه. فلما سو ركبت معاه قالت له مش خالك اللي كان جاي؟ قال لها كان عنده حاجه تانية. ما تيجي ناكل انا ما اتغديتش. قالت له ما تكدبش انا شايفاك كنت قاعد مع الاكس بتاعتك يا غالي. قال لها لا ده انا كنت بنهي موضوعنا خالص. قالت له انت هتشتغلني؟ قال لها اه والله مش بكدب قصدي يعني. وبعد ما خلصوا اللي كانوا بيعملوه هم مروحين قاعد يكلمها وهي تقول له بص قدامك الطريق ضلمه. قال لها ما تخافيش انا الطريق ده لعبتي. طب حاسب قدامك رصيف اهوت، لبس العربيه اتقلبت بيهم بس الحمد لله ما حصلهمش حاجه يعني، وطلعوا سلام شويتين وسابوا العربيه لانهم كانوا بالليل وراح يشوفوا مكان يناموا فيه. قالت له انت ايه يا عم مش قلت لك ما تجربش الله يحرقك؟ قال لها انا اسف. وشالها كده وداها الفندق لان رجلها كانت اتعورت حاجه بسيطه يعني. وتاني يوم بعد ما رجعوا سو خدت اكل وراحت تقعد معاه ولسه ما اتكلموش اتشال اكس شوف الدنج كده كان متضايق بتقول انت عايز نعمل ايه علشان نرجع تاني؟ سو قامت تمشي وقالت له هبقى اجيلك في وقت تاني. فتشا بصت على الاكل كده وقالت له انا مش مدعوه صح؟ قال لها مش زي ما انت فاكره. قالت له طب خلاص سيبك من ده، هو انت ليه كان عليك انك تتحمل الذنب كله؟ قال لها دي مشكلتي انا. قالت له ما دي في حد ذاتها المشكله، ده لانك ما عملتش حاجه، انا مش فاهم حاجه يا جدعان بس قدام هنفع. وليه قدام؟ تعالوا اقول لكم من بدري يلا اقول لكم ايه اللي حصل بقى. فاكرين الطفل اللي اتوفى في اول المسلسل؟ يبقى اخو دونج الصغير، وكان رايح يقابل دونج وبيجري عربيه للاسف خبطته على اول الشارع وتوفى، واللي خبطه لسه في غيبوبه لحد النهارده. فدونج ما كانش قادر يسامح نفسه فساب شغله وحبيبته وراح الجيش، ولما خلص جيش راح اشتغل مع خاله. وتشا بقى عايزه ترجع له ومش عارفه هو سابها ليه اصلا. ولكن تشا تاني يوم شافت سو في الشارع وراحت وقفتها قالت لها انا اسفه علشان اللي حصل امبارح. وده لما راحت وهي قاعده مع دونج سالت لها ولا يهمك عادي ما حصلش حاجه. فتشا ردت عليها وقالت لها كويس انك مش زعلانه لان بينا حاجه مشتركه، سلام بقى هبقى اشوفك وقت تاني يا غالي. وبعد كام يوم كان في رحله تخييم تبع الكنيسه اللي شغال فيها خال سو، وكان مكلم شركه دونج يعني، وكان المفروض ان خال دونج برضه اللي هيروح، جاله مكالمه بشغل تاني فقال لدونج طبعا ان هو اللي يروح. وسو كانت هتروح الرحله دي كمان مع الطفل اليتيم ده اللي امنيته ان هو يطلع يخيم، تحس ان هو خال دونج وخال سو يعني بيظبطوهم مع بعض مش فاهم ازاي. وفي الرحله كان صاحبنا مش عارف يعمل اي حاجه، لا ينصب خيمه ولا يطبخ، هو رايح يسوق بس مش عارف. وطبعا احنا عارفين سواقته عامله ازاي، وسو اللي عملت كل حاجه. فقال لسو بقى المفروض اوظفك معايا وبعدين اعتذر لها عن اللي حصل وعن اللي تشا عملته. قال لها وكل واحد فيكم يقعد يعتذر لي، بس انت عملت معاه ايه يعني علشان كل شويه تجيلك وتكون عايزه ترجع لها؟ قال لها الموضوع ده انتهى
خلاص. وبالليل كان صحابنا بيتمشوا، فسو بتقول له بس انت ازاي بتعرف تتعامل مع الاطفال كده؟ وقف مره واحده وقال لها كان عندي اخ صغير بس مات بسببي. فضل يعيط، فسو اخدته بالحضن علشان تواسيه. هو بيقول ان هو مات بسببه علشان يوم الحادثه دونج رن على اخوه طلب منه يجيب له الخاتم اللي هيتقدم بيه للطبيبه زميلته، ولكن بسبب ان مدير دونج كان عايزه في الشغل صاحبنا معرفش يرد على اخوه. لما طلع من عنده مديره ورن على اخوه جاله الخبر ان للاسف اخوه عربيه خبطته وتوفى. كان بيقول له سو انا نفسي اشوف اخويا ولو مره واحده، بس سو قالت له ان من ساعه ما بدات شغل قابلني طفل واحد بس ولكني خفت منه، والطفل ده يبقى اخوه ولكن ما تعرفش. تاني يوم رجعوا للمدينه تاني وكان دونج فرحان من غير سبب. قالوا بيقول له لو اعرف ان التخييم كان هيغير مودك كده كنت بعتك من زمان، انا ما شفتكش بتضحك يا ابني من قبل ما تروح الجيش. بس الشكل ده مش التخييم ولا ايه؟ ولا بس ممكن يعني سو مثلا هي اللي غيرت مودك؟ دونج قال له لا يا عم لا مفيش الكلام ده. المهم ان هيون كمان راح لدونج البيت وقعد معاه وقال له ان هو بيحب سو وما بيصدق يشوفها، الدنيا بتحلو في عينه. ودونج كان قاعد متوتر وشكله كمان بيحبها ولا ايه. تاني يوم تشات خانقت مع والدتها فلمت هدومها ومشت. في الوقت ده كان سو دونج واقفين قدام البيت ولسه هيروحوا يتعشوا، لقوا تشا كده قدامهم وبتقول له لدونج انها سابت البيت وهتقعد عندهم كام يوم. قالها انت بتعملي ايه؟ قالت له كام يوم بس يا غالي، كام يوم مش اكتر وهمشي. وبعد ما دخلت شنطتها طلعت ورا صاحبنا كده قالها انت عايزه ايه؟ قالت له ازاي يعني تنهي علاقتنا؟ على فكره احنا اتوعدنا لعشر سنين، انت بعد ده كله لسه بتكرهني؟ طب ليه؟ قالها مش بكرهك ولا حاجه، قلت لك قبل كده ان دي مشكلتي انا. قالت له كل شويه مشكلتك مشكلتك، امال فين انا؟ فلسه هيمشي راحت حضنته وقالت له هستناك. قالها ما تستنينيش علشان انا مش هاجي، هو مش قادر يرجع لها تاني علشان اخوه كان جايب له الخاتم اللي هيتقدم بيه ليها، ويومها حصل اللي حصل وهي ما كانتش تعرف، فلو كان كمل معاها تفكره باخوه كل لما يشوفها. والصبح بقى الاكس قابلت سو وخدتها معاها كده توصلها للشغل، وفي الطريق قالت لها انها راحت لدونج البيت علشان عايزه ترجع له، وقالت له كمان انها حجزت في مطعم كموعد ليهم يعني. سو صاحبتنا سكتت وراحت الشغل، وكان في بنت عندها 16 سنه توفت. فصاحبتنا لما سالتها انت عايزه اعمل لك ايه؟ طلبت البنت منها قالت لها ان انا ندمانه علشان حاجه واحده، ان انا ما اديتش جواب الحب للشخص اللي بحبه. فسو راحت حطت الجواب في خزنه الولد اللي هي كانت عايزه تقول له، وهي مروحه بقى فكرت في كلام البنت وقالت لنفسها انا مش عايزه اندم على حاجه بعد كده. جرت علشان تروح البيت فقابلت دونج على الباب، مسكته من ايده وقالت له ما تروحش تتعشى مع الاكس لان انا بحبك وكنت مخبيه عليك بس خلاص مش قادره اتحمل اكتر من كده. دونج هنا زق ايديها وقال لها بس انا ما بحبكيش وما حسيتش باي مشاعر من ناحيتي. كذاب بتكذب ليه يا ولا؟ قالت له يعني ده اخر كلام ليك. ما ردش عليها ومشى. وسو بعد الكلام ده فضلت تمشي لوحدها بالليل وتعيط، وتشا كمان بعد ما دونج اتاخر عليها راحت لمت هدومها من عنده. صاحبنا تحس ان هو قصد يعذب البنات اللي بتحبه ويعذب نفسه معاهم بالمره. تاني يوم الصبح سو قابلت صاحبنا قدام البيت وقالت له اتمنى اللي قلته امبارح يعني ما يخلقش ما بيننا حاجز، وانا اسفه ان انا اتسرعت وفكرتك بتحبني. راحت سابته ومشت وراحت لخالها فبيقول لها مالك؟ قالت له انا اترفضت. قال لها ازاي يعني؟ قالت له انا كنت فاكره ان انا لو دونج انا اعترفت له بحبي مش هيرفضني وهيوافق وهيترمي الفرحه، ولكن هو رفضني واللي حصل بقى ان انا بقيت بحبه اكتر. يا خالي ينفع الكلام ده يا خال؟ قال لها لا ما ينفعش، بس عادي يا بنتي ممكن تستنيه يعني يجي لك في يوم من الايام. وتاني يوم في واحده جت لخال دونج وطلبت منه ان هو يمثل ان هو صديقها، وده في حفل زفافها اللي كان بعد كام يوم يعني لان ما عندهاش اي اصدقاء ولا معارف. فوافق هو وسو ان هم يروحوا، بس لما خال دونج روح البيت قال لصاحبنا على فكره انت اللي هتروح مع سو مش انا. دونج قال له طب ما تروح انت مكان المره دي بس يا خاله. قال له لا انت اللي هتروح، مش قلت هو بيظبطهم يا جدعان مع بعض حد يصدقني؟ فاكرين بقى هيون طبعا كان طالع الصبح لقى سو في وشه قال لها ما تيجي نتمشى شويه؟ قالت له ماشي. وهما بيتمشوا اعترف لها ان هو معجب بيها، قالت له انا اسفه بس انا بحب حد تاني. قال لها عادي عادي ولا يهمك، انا مشاعر اصلا لعبه في ايدي، هتعامل معاها واعمل موف اون عادي. روح كده قاعد مع دونج وخاله وعيط زي العيال علشان هي معجبه بحد تاني. وسو راحت الفرح اللي هتمثل فيه انها صاحبه العروسه فبيسالوها انت جيتي لوحدك؟ دونج جه ومسك ايديها وحاليا هو بيمثل ان هو حبيبها قدام الناس. فاكرين بقى الواد اللي كانت سو مرتبطه بيه في اول المسلسل كان في الفرح هو كمان، ولما شاف ان اصحابنا بيمثلوا ان هم اصحاب العروسه لا وكمان مغيرين اساميهم راحوا ورا دونج كده قال له انت بتوعد سو بجد حتى بعد ما بعت لك رساله بانفصالنا؟ طب انت عارف وظيفتها يا ابني؟ دونج اتعصب كده فالخنزير قال له انت اللي جبته لنفسك، ونادى للناس اللي كانت معديه وقال لهم ان دونج وسو بيمثلوا ان هم اصحاب العروسه. دونج اتعصب ومسكوا كده وضربوا في بعض وبوظوا الفرح، وبعدها طلعوا علشان يروحوا وهم في الطريق دونج وقف كده وقال لها انا اسف على كل اللي عملته معاكي، اسف ان قلت لك ان انا مش معجب بيكي، كنت بكذب وامد واذي بيه. وبعد اليوم ده بداوا في علاقتهم بقى وبقى بيروح يستناها قدام شغلها ويكلمها طول الوقت. وفي يوم وهم مروحين وقاعدين يتكلموا في العربيه بيطلع مره واحده اخوالهم انتوا بتعملوا ايه يا حبايب قلبي؟ يلا ناكل ولا ايه؟ وبعد الاكل كده قعدوا يلعبوا شويه فدونج قال لهم هروح اجيب حاجه كده نشربها. سؤالت له لا استنى هاجي معاك اشيل علشان لا يكون تقيل عليك ولا حاجه. وطبعا هنا كل واحد فيهم عرف ان هم بيرتبطوا ولكن عاملين
عاملين نفسهم يعني مش عارفين قدامهم. وبعد كام يوم ام الطبيبه تشا توفت، ولما صاحبتنا راحت تسالها عن اخر طلب ليها، فام تشا قالت لها شافتها ماشيه مع دونج، سالت لها خلاص اصل احنا مرتبطين يعني. فام الطبيبه طلبت منها ان بنتها هي اللي ترتبط بيه، سالت لها ده حاجه ما اقدرش الصراحه احققها لك لان انا كمان معجبه بدونج. فسو هي مروحه قابلت دونج فقالت له انت ليه ما جيتش العزاء؟ لو بسببي يبقى ما تعملش كده، انتوا كنتوا مرتبطين لفتره كبيره ودلوقتي المفروض انكم اصحاب، فما تعملش حاجه تندم عليها بعدين. وتاني يوم فعلا سمع كلامها ولبس وراح هناك. اول لما شافت شاف فضلت تعيط فطبطب عليها كده، ورغم ان سو ما حققتش الطلب اللي ام الطبيبه كانت عايزاه الا انها برضه غادرت الدنيا بسلام. وفضل لسو صاحبتنا اربع اشخاص بس تساعدهم. وتاني يوم الست دونج راحت تزوره كده في بيته، بمناسبه ان بعد كام يوم يعني هيبقى الذكرى السنويه لوفاه اخو دونج. سو كانت قاعده معاها، فست دونج بتفتح موبايلها، سو شافت الخلفيه اللي حطاها لدونج، ولكن كان في طفل صغير في الصوره كمان وهو اخو دونج. اتاكدت بقى هنا ان الطفل اللي هربت منه في بدايه شغلها كان هو اخو دونج. اتصدمت هنا واستاذنت على طول ومشت. روحت بيتها ومسكت الخاتم اللي كان الطفل قالها عليها، كانت متضايقه انها اخذت كل الفتره ديت علشان تفهم، وبعتت رساله لدونج وقالت له لازم نتقابل بالليل. قالها تمام، ولما راح يقابلها قالها يا ست قالت لك حاجه؟ قالت له لا انا شفت خلفيه على موبايلها لاخوك الصغير، هو نفس الطفل اللي انا هربت منه وده في بدايه شغلي لان دي كانت اول مره وكنت خايفه. قال لها طب هو قال لك ايه؟ قالت له عرفني على مكان الخاتم ده وطلب مني ان انا اديهولك، وقعد يمسك الخاتم ويعيط. في موضوع بقى ما كناش نعرفه، مش انا قلت لكم ان اللي خبط اخو دونج في غيبوبه في المستشفى من يومها بقاله سنتين، وكمان طلع ليه اخ وكلنا عارفينه، يبقى مين بقى هو هيون؟ الصدف كتير قوي في المسلسل عزيزي المشاهد. دونج بقى وهو ماشي في الشارع قابل الضابط اللي كان مسؤول عن قضيه اخوه، فساله لو كان في حد موجود يوم الحادثه بتاعت اخويا، وده غير الشخص اللي خبطه. والضابط قال له ان البلاغ اتقدم عن طريق الشرطه، فكده يبقى كان في ضابط هناك وهو اللي بلغ. من جانب اخر عند سو كده في الشغل، في واحده كانت شغاله في دار الجنازات انهت حياه بنتها للاسف، وبعدين انهت حياتها، وده لانها كانت مفلسه. فسو لما قومت البنت الطفل دي ما كانتش مصدقه انها ميته، وكانت عايزه سو تنقذها، بس سو قالت لها انها ما تعرفش تعمل لها حاجه. ولما راحت علشان تقوم ام البنت وكانت عايزه تزعلها وتفهم هي عملت كده ليه، حاولت تلمسها كذا مره ما حصلش حاجه، استغربت وراحت لخالها الكنيسه تساله، قال لها جايز علشان هي عملت جريمتين، واكيد بقى مفعول ايدك ما بيشتغلش مع المجرمين. اخو هيون بقى اللي كان في غيبوبه فاق وكلمه هيون كده علشان يروح له. في نفس الوقت دونج صاحبنا كانت جات له رساله ان اللي خبط اخوه فاق بس ما بيتحركش من على السرير، فطلع بسرعه للمستشفى وهناك شاف هيون. فالخنزير عمل نفسه مش عارف حاجه وقال لدونج هو انت ايه اللي جابك هنا؟ دونج قال له هو انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ هيون قال له اخويا الكبير فاق من غيبوبه. دونج طلع مشى وما ردش عليه، فهيون راح وراه جري كده ووقف صاحبنا. فدونج قال له انت تعرف جون الواد الصغير اللي اخوك موته؟ يبقى اخويا. هيون قال له ازاي؟ لا لا اكيد انت بتهزر، هو عارف بس بيحور. هيون راح البيت لدونج وخاله وقعد يعتذر وهو بيعيط كده دموع تماسيح يعني، وبيقول لهم كان المفروض اسيب اخويا يوم هيموت. دونج قال له انت كنت موجود اصلا؟ احكي لي اللي حصل بالظبط. هيون قال له ان ده كله اول يوم ليا في وظيفتي، وده كشرط مبتدئ وكلكم عارفين، وكنا بنحتفل انا واخويا وبنشرب في مطعم، وبعد ما خلصنا رحت حاسب، طلعت لقيت اخويا اخذ العربيه ومشى، فطلعت اجري في الطريق وشفت الحادثه ساعتها، وحاليا لو انت عملت فيه اي حاجه او سلمتني للشرطه مش هتكلم لان ده كله كان بسبب انا. تاني يوم هيون ساب رساله لدونج كده على الباب وقال له ان هو كان لازم اسيب البيت وامشي، انا اسف. من جانب اخر الضابط اللي كان مسؤول عن قضيه الحادثه اكتشف ان في مقطع فيديو بتاع الكاميرا اللي كان في الشارع مفقود، يعني كده في حد بيلعب في الادله. بس دونج صاحبنا قلبه طيب وراح قال لهيون كده انا كنت بدأ ان اخوك يعيش علشان يتسجن ويتعذب وعمري ما هقدر اسامحه، بس اكتشفت انك مالكش ذنب، فلو عايز ترجع البيت تاني تعالى. وتاني يوم حصل حاجه ما كانش متوقعينها، اخو هيون للاسف مات، واللي كانت مسؤوله عن الجنازه طبعا هي سو. فدونج راح لها ولسه عايز يقول لها، قالت له للاسف الموضوع بتاع ايدي ده ما بيشتغلش مع المجرمين، بس لما طلعت وجت تعمل شغلها عادي اخو هيون قام، فاستغربت قال لها انا بعمل ايه هنا؟ قالت له انت ميت وفاضل لك كذا دقيقه، بس قال لها حياته اصلا كانت بائسه مع كيس سيجاره، هو ده وقته يا غالي؟ سالت له هو انت فاكر الحادثه اللي سببتها من سنتين؟ قال لها انا حزين على الطفل بس مش في ايدي حاجه اعملها. قالت له بس مش انت اللي قتلت ولا خبطته، لانك لو انت كنت السبب ما كنتش قمت دلوقتي، فقول لي بقى يا غالي مين اللي عملها؟ اخو هيون اتوتر وقال لها انا اللي عملتها، كنت سايق وانا شارب. قالت له انت بتكذب، قول لي ايه اللي حصل؟ ولكن كان مصر على رايه ان هو اللي عملها. سالت له لو انت ما كانش زمانك واقف معايا، وبعدين انت مخلي عيله كامله تكرهك كل ده وانت مالكش ذنب؟ قال لها خليهم يكرهوني انا بدل ما يكرهوا حد تاني. اللي حصل غير كده خالص عزيزي المشاهد، وهيون كان بيكذب، فاكرين لما قال ان هو طلع من المطعم لان اخوه مشى؟ كذاب، هو لقاه موجود ولسه عادي وما خلوهوش يسوق وساق هو واخوه، كان بيصور ورقه على الموبايل. هيون مشى بالعربيه وكان ماشي بسرعه كبيره وبيكلم اخوه، خبط للاسف هنا الطفل، وبعد الخبطه اخوه كان مغمى عليه، فهو نزل ولقى ان الكاميرا اللي في الشارع كانت لفه الناحيه الثانيه، فقبل ما تلف ناحيته شد اخوه كده حطه مكان السواق
وقف بره وعمل نفسه بينقذه يعني، وشال الممري اللي كان في الكاميرا بتاعت العربيه وهرب وسابهم. وعلى ما الشرطه جت وطلبت الاسعاف كان اخو جون اتوفى. وفي العزاء بتاع اخو هيون جت بنت كده اللي هي المفروض كانت مرتبطه باخو هيون، فسو قعدت معاها سالت لها انت تعرفي ايه؟ قالت لها اللي اعرفه ان كان في حاجه كويسه حصلت لهيون وكان بيحتفل، وطلبت منه يصور لي الصوره بالموبايل. سالت لها ابعتي لي الصوره ديت. هنا جه هيون وقطع كلامهم ساعتها، وهم بيدفنوه بقى سو اخذت علبه سجاير كده من اللي كان اخو هيون بيشربها حطيتها معاه. هيون قال لها انت عرفت منين نوع السجاير اللي بيشربها؟ ده انا كنت نسيت. سو صاحبتنا بقى بالليل كانت بتبص على الصوره اللي اخو هيون بعتها لحبيبته يومها، فرنت عليها كده وسالت لها انت ما ودتيش الصوره دي كدليل للشرطه ليه؟ البنت قالت لها ان هيون اخذ الصوره وقال لها ان الشرطه ما قبلتش الدليل ده. فنزلت صاحبتنا وقعدت تقارن في العربيه اللي تحت الصوره ديت، ولقيت انها متصوره من المكان اللي بيقعد جنب السواق، يعني للاسف مش هو اللي كان سايق. جي دونج ووريت له الصوره وقالت له ان الصوره دي تقريبا مش متصوره من المكان اللي كان بيسوق، وهيون كان رايح يوديها كدليل بس المفروض انها اترفضت. قال لها خلاص بقى ما تشغليش بالك انا هتصرف. وصاحبنا راح للمحقق اللي كان مسؤول عن القضيه ووري له الصوره. المحقق قال له يا ابني الصوره ديت ما اتقدمتش كدليل اساسا، نروح بقى للسوق اللي كانت رايحه لخالها. هيون شافها فراح وراها، ساعتها كانت بتقول لخالها ان اخو هيون مش هو الجاني الحقيقي وانها شك في حد تاني وعايزه تتاكد. هنا هيون كان سامع كلامها فراح استناها قدام البيت قبل ما تطلع، وقفها وسالها انت عرفت منين نوع السجاير اللي اخويا بيشربها؟ انا عندي فضول هيموتني. قالت له انا قابلت اخوك اتوتر كده وبعدين قام خانقها وما كانش راضي يسيبها، بس صاحبنا عائل على اخر لحظه وسابها. وسو نزلت على الارض كده بتاخد نفسها بالعافيه، وهيون كان متوتر. جه دونج في الوقت المناسب وشاف سو وهي واقعه على الارض، وهيون طلع يجري. دونج طلع وراه جري، فهيون طلع على سطح مبنى وقال هياخد الخطوه ويريحنا منه. دونج شده كده في اخر لحظه قال له لا لسه بدري عليك يا غالي، لازم تتعذب لكل حاجه وحشه عملتها في حياتك. جت الشرطه وقبضت عليه. تاني يوم سو راحت زارته في السجن قعدت تاسف لها، قالت له مش جايه علشان اسمع اعتذارك، جايه اقول لك حاجه اخوك كان عايز يقولها لك، بيقول لك ما تفكرش فيا ولا في ابوك وعيش حياتك سعيد. قعد يعيط وبعدين قال لها تجيب كارت الممري اللي هو عينه كده علشان تكشف الحياه كلها، وراحت سلمتها للشرطه. هيون طلب ان هو يقابل دونج، لما دونج راح له كده قال له انت عملت ده كله ليه؟ هيون قال له انا اسف بس ما تخافش انا هعيش واشيل الذنب طول حياتي. دونج بعد المقابله ديت فضل قاعد في اوضته كده لا بياكل ولا بيطلع ولا حد عارف يدخل له. وفي نفس الوقت عدت سو قال لي كمان شخص وكده، فاضل شخص واحد تساعده بس، يا ترى هيبقى مين يا عزيزي المشاهد؟ فاكرين بقى الطبيبه الاكس بتاع دونج رنت عليها علشان تقابله، ولما راح لها قالت له انها خلاص ناويه تسافر امريكا تكمل تعليم وتشتغل هناك، بس قبل ما تمشي ادت لدونج سماعه طبيه وقالت له ما بتفكرش ترجع تاني لشغلك ولا ايه؟ تاني يوم الصبح بقى ابو سو كان في شغله، لا ست حامل معديه في الشارع، كان في كده عربيه كبيره بتطلع حاجات في العماره وفي فازه هتقع على دماغ الست ديت، فجري عليها انقذها والفازه وقعت عليه هو. ودي كانت الصدمه عزيزي المشاهد، كانت سبب ان هو يتوفى. سو جريت على دار الجنازات وكانت حزينه جدا على فراق والدها، كل اللي كانوا واقفين عمالين يعيطوا متاثرين، والحركه اللي عملها خلته بطل لكل الامهات لانه انقذ الست وطفلها وضحى بحياته علشان خاطرهم. وده كان اخر شخص سو هتقابله، ولما قابلته قعدت تعيط قالها انت بتعيطي ليه؟ ده انا كنت بدأ ان انا اشوفك واودعك واديني شفتك ودي الفرصه اللي انا كان نفسي فيها. فضل يفكرها بذكرياتهم من ايام ما كانت طفله، ولما راحت المدرسه وفضلت قاعده معاه اكتر من 3 ساعات قال لها انا مش عايز رحيلي ياثر عليكي، عايزك تعيشي حياه سعيده مع دونج، شكله بيحبك وده كل اللي انا عاوزه منك. وبكده ده كان اخر شخص سو ممكن تساعده. وبعدها صاحبتنا راحت تقعد في بيت والدها، وكل لما تعمل حاجه او تمشي في اي مكان في البيت تفتكره، ودونج كده كان قاعد معاها برضو علشان يواسيها. وبالليل خال دونج وخال سو راح يسهروا معاهم، وبعد ما ناموا سو دخلت اوضه والدها كده قعدت تفتكره وتبص في كل حاجته، ولقت ان والدها كل فلوسه شايلها في البنك باسمها. قررت تاني يوم انها تكمل شغل في دار الجنازات بس في وظيفه مكتبيه سهله كده علشان تكمل تعليم وتحقق الحلم اللي كان والدها عايزه. دونج صاحبنا كمان سمع كلام الاكس تقريبا ورجع لوظيفته في المستشفى، وهيون اتحكم عليه ب 12 سنه سجن علشان كل اللي عمله. وبكده بينتهي المسلسل بتاعنا. اتمنى لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك الجميل بتاعكم، واقدر اقول لكم سلام.